السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم غنخدمو حوالق ساهلين. طبعا انا ديجا خدمت وحده، دونك هذا هو الشكل ديالها. فندوزو الماتيريال. غنحتاجو الخرز، المقاس ديال 3، غنحتاجو علاقات، غنحتاجو هاد الخريسات هادو، غنحتاجو السبيب ونودة. اول حاجه كناخذ السبيب، كناخذ 3 ديال الخرزات، وحدة كنكوازيو بها. كنجرو الخيط، كنحصلو على هذا الشكل. دابا كنملو وحدة على اليمين، وحدة على الشمال، كنكوازي بوحدة. كنجبد، كنكمل بنفس الطريقة، وحدة على اليمين، وحدة على الشمال، وكنكوازي بوحدة. فكنكمل بنفس الطريقة حتى كنوصل للطول اللي بغيت، وديك الساعة نعاودو نطلقو. أنا هنايا وصلت للطول اللي بغيت، فأنا عملت 13 من هادو، و14 غنعملها دابا باش نشرك. دونك كنعمل وحدة على اليمين، وحدة على الشمال، وغنكوازي دابا بهادي. كنجبد بالنسبة للطول، هانتوما اللي كتحكموا، كتعملوا الطول اللي بغيتو. فوالا، دابا غنمد الدوره بالخيط. فوالا، الخيط عندي خارج من هنا، فغندورو ونلاقيكم بجوج فهادي. فوالا، انا لقيتهم بجوج دابا، فلقيتهم فهادي
كما كتشوفوا، ودابا عند الخدمه ديالي. هاد الخدمه في نفس السال اللي كنا كنعملو بها الساك. دونك هنايا باش نكمل هاد الصف هذا، فنجي نعمل في هاد الخيط هذا جوج، خيط ديال الشمال ونعمل فيه جوج، نتمنى يكون كيبان لكم مزيان. هاهو انا عملت على الشمال جوج، دابا نكوازي بوحده. كنجبد حنا يدخلنا دابا، بدينا كنعدلو الصف الثاني. دابا هذا غندخلو في البيرل هادي بحال اللي قلت لكم، فهو نفس الطريقه اللي عدلنا بها السيكان. الناس اللي متبعيني هلا كندخلو في البيرل هادي، كنجي كنعمل واحد بيرل على واحد الخرز على الشمال، وغنكوازي بوحدة. هيا نكمل بنفس الطريقة، ندخل الخيط في لابيرل هادي، على الله يكون واضح لان لابيرل صغار. ها هي انا ملعوت وحده على الشمال، وهنكوازي بوحده. هيا عملت وحده على الشمال وكوازيت بوحده، ونعاود ندخل الخيط اليمين هنايا، وغنبقى ماشه بنفس الطريقه. نجبد نعمل وحده على الشمال ونكوازي بوحده، ونكمل الدورة ديالي كاملة ونعود نتلاقاو. انا وصلت دابا للاخرية، فالاخرية شنو نعملو بها هنايا، فنقبطو الخيط، ها هو خارج من هنا، فندخلوه في هاد الخرزة هادي، فوالا ودخل. هادو الفتحات ديالهم صغار، وموراها هاي دخلنا هنا، موراها ندخل هنا، دونك هنايا عندي تلاتة دابا، هاهما واحد جوج تلاتة. هنا شنو غنعمل، غنكوازي بوحده.
هاو ما تعوتو دابا كملي. دابا عندي الخيط خارج من هنا، غنخلي هذا اللي خارج من الفوق، غناخد هذا اللي لتحت ونعمل واحد الخريطة. هو الخيط خارج من هنا، انا عملت واحد الخريطة، وانجي وندخل الخيط في البيرل المقابلة ديالو. على هذا الشكل هذا، وكنجبد. اذا لاحظتوها هما الخرزات بداو كيتجمعوا. هذه نفس الطريقه اللي خدمنا اليد ديال اخر ساك. كنجي عاود كنكوازي بوحده، كنجبد على هذا الشكل. عاود كناخد الخيط ديال اليمين كندخلو في هاد الخرزة، والخيط ديال الشمال كندخلو في هادي، كنكوازي عاود بوحده. كنكوازي بوحده، وكنجبد. ها هي، فكنكمل بنفس الطريقه. غندخل وحده على اليمين، هذه الخيط هذا هنايا، الخيط هذا هنايا، وغنكوازي بوحده، وكتا كنكمل دوره كامله ونعود نطلقه. هنايا وصلت الاخر باش نوريكم كيفاش تجمعوا. فهنايا الخيط خرج لي من هنا، ها هو. دابا شنو غنعمل؟ غندخل الخيط في لابيرل هذه، ديال اليمين والشمال في لابيرل هادي، وغنكوازي بهادي باش غنجمع كلشي. وهذه من هنا اخيرا غادي ناخذ لكم هذو الفتحات الصغار كيعدوا شويه. فوالا احنا جمعناهم دابا، وحنا كملنا الدوره ديالنا وكملنا لابوكل ديالنا. فدابا نعقدوا، انا نعقد علاقي الخيوط بجوج ونعقدهم ونعود نتلقاكم. انا ربطت وقطعت،
فدابا يبقى لي غير نركب التعليقه ديالها. كناخد هاد الخريصه كنفتحها، كندخلها في الخيط على هاد الشكل هذا، وقبل ما نشد كنزيد العلاقه. وحنا يا سالينا دونك هاللولية ها التانية، فهذا هو الشكل النهائي ديال الحوالق ديالنا. ساهلين كيف ما كشفتو، فكنتمنى يكونوا عجبوكم، ونتلقاو ان شاء الله فيديو جديد وموديل جديد.